انا جعفر القاسم نعرفه من اوائل من بداياته، كي كان دار برنامج جيل ميوزيك، ومن بعد تاع بس ملاح سيتي غنيت في الجينيريك، لانه لقيته مع بعزيز ودوبل كانون. كان تاني موعد مع القدر اللي هي درت الجينيريك كامل لحن وكلمات، وكان لي دور صغير معاه. وجعفر حتى في هذا المشروع الاخر هذا عاشور العاشر، كان دائما كان بينا كلام، لكن التايمينغ وعدم وجودي في الجزائر كان يصعب عليا العمل معه. ما عرفتش عليا، تكلمنا على الموضوع هذا، تكلمنا باللي انت وين راكي يا امل، لو كان هاك. قلت له بصح راني ما نقدرش نجي، ولا هضرنا هاك. ما كانش عرض رسمي، العرض الرسمي يتعرض كي يكون الدور ويكون انت راكي هنا واجده وكله، لانه انسان يعني تري بروفيسيونيل، وما يجيبنيش باسكو انا زميله ولا، يجيبني لو كان يشوف دور من الادوار ملائم ليا. طازج، حلة جديدة وذوق أروع. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.